يومك يا أهلي، نطلع نشوف ياسر إبراهيم وتصريحاته عقب نهاية المباراة. بحمد ربنا طبعا وبشكر فضله النهارده على التتويج بالدوري بطوله 43. طبعا ده كرم من ربنا، ودي البطوله الخامسه لينا السنه دي. طبعا الحمد لله احنا بادئين الموسم مركزين في كل البطولات، اي بطوله بندخلها ما ينفعش النادي الاهلي يطلع رقم اثنين، دايما النادي الاهلي دايما طموحه وانجازاته رقم واحد وبس. فالحمد لله ربنا كرمنا السنه دي وقدرنا نحقق الخمس بطولات، وربنا يكرمنا باذن الله في اللي جاي. ياسر، يمكن كل البطولات السنه دي كانت تقريبا خارج مصر، ده اول بطوله يعني بسنه بطوله الكاس في وسط جمهور، يعني الاحتفال مع جمهور الاهلي اعتقد غير. طبعا جمهور الاهلي ده مهما نتكلم مش هنقدر نديله حقه، في اي بلد بنروحها في اي مكان بنروحه بنلاقيه دايما سابقنا هناك من بدري، ودايما بيدينا الثقه، والثقه ده بتدينا احنا كلاعيبه ثقه في الملعب. فطبعا مهما اتكلم عليهم مش هقدر اديلهم مجهودهم، ودول طبعا داعم لنا دايما في كل المواقف وفي كل الازمات، فباذن الله نقدر نوعدهم بمزيد من البطولات ان شاء الله. ياسر، دايما شعارنا على طول بنقول عائله الاهلي، النهارده انت كنت حريص ان العائله تكون موجوده، انت جزء من عائله الاهلي بالفعل، وكمان اسرتك الصغيره كمان جزء من العائله الكبيره، يعني احتفالك النهارده الاسره كنت حريص تبقى معاهم النهارده. اوكي. طبعا دول عيلتي، طبعا ما ينفعش في التتويج ما يكونوش موجودين، لا طبعا لازم يجوا بفرحه، لان هم طبعا بيتابعوني دايما وبيتعبوا معايا، سواء ولادي او مراتي دايما داعم ليا ودايما مهيئين للجو، عشان بيساعدوك في كل الطقوس في كل الاحوال يعني. فلا ده حقهم طبعا، وببارك لهم طبعا، وبقول لهم انتوا دايما وش الخير عليا، وده حاجه بسيطه ليهم ان شاء الله كده، وعقبال ما نبقى مع بعض في كل البطولات. تعرفنا بيهم بقى عشان الناس كمان تعرفهم. هما هيقول لك اساميهم. يلا. مالك. اسمك ايه؟ سيرينا. تعالى ميدو. اسمك ايه؟ احمد. مين بقى فيهم هيطلع ياسر ابراهيم؟ انا. انا. كنت شايف الناس فرحانه ببابا وبتهتم باسمه، بتحس بايه؟ بحس ان انا مبسوط وعايز اروح عنده. طبعا ده مالك حبيبي، الله يبارك فيك. دايما في انتصاراته وبطولاته دايما فرحين كل جماهير النادي الاهلي. يا رب الله يخليك يا رب، وربنا يكرم باذن الله وبارك لهم كلهم، وباذن الله نوعدهم بمزيد من البطولات ان شاء الله.